مباراة التضامن صور والنبشيت، مطالبة من النبشيت بركل الجزاء، الخطأ موجود من لعب التضامن لكن خارج منطقة الجزاء والحكم أمر بمتابعة اللعب. هدف التضامن صور، مهاجم التضامن ارتكب خطأ على مدافع النبشيت. مباراة طرابلس والصفا، مطالبة من الصفا بركل الجزاء، الحكم أمر بمتابعة اللعب وكان معه حق، الاحتكاك طبيعي بين اللاعبين. خطأ قاسم اللاعب الصفا على لاعب طرابلس، الحكم احتسبه لكن كان يجب منح الإنذار للاعب الصفا. احتساب تسلل على طرابلس، التسلل موجود على المهاجم لكن غير موجود على اللاعب المنطلق من الخلف وكان يجب إتاحة الفرصة له من قبل الحكم. إنذار لاعب طرابلس للتحايل داخل منطقة الجزاء بقرار صحيح من الحكم، اللاعب رمى نفسه من دون ما يتعرض لأي عرقلة. خطأ واضح من لاعب طرابلس على لاعب الصفا كان يستوجب الإنذار. هدف طرابلس، هدف صحيح، الكرة تخطت خط المرمى بوضوح وقرار صحيح من الحكم المساعد. مباراة الأنصار والاجتماعي، تدخل متهور وقاسم اللاعب الاجتماعي على لاعب الأنصار وطرده كان صحيح. مباراة شباب الساحل وسلام صغارتا، احتساب بركل الجزاء لشباب الساحل قرار صحيح، الخطأ موجود من لاعب السلام. ركل الجزاء للسلام قرار صحيح، المدافع ما أصاب الكرة وقدم عرقلة للتقدم المهاجم. مطالبة من شباب الساحل بركل الجزاء، الحكم أمر بمتابعة اللعب وما كان معه حق، لمسة يد واضحة، تدخل كان متهور من مدافع السلام، الكرة غيرت اتجاهها والساحل كان يستحق ركل الجزاء. مباراة النجمة والراسينج، الراسينج طالب بخطأ وكان معه حق لكن الحكم أمر بمتابعة اللعب. خطأ واضح من لعب النجمة على لعب الراسينج والحكم أمر بمتابعة اللعب. حكم احتسب لمسة يد على مهاجم النجمة لكن قبل لمسة اليد كان في خطأ من لاعب الراسينج على لاعب النجمة. خطأ واضح من لاعب الراسينج على لاعب النجمة، الحكم أمر بمتابعة اللعب. مطالب من النجمة بركل الجزاء، الحكم أمر بمتابعة اللعب وكان معه حق، التنافس والاحتكاك ما وصل لحد حصول خطأ ولعب النجمة كان عم يبحث عن ركل الجزاء. مطالبة من النجمة بركل الجزاء، الحكم أمر بمتابعة اللعب وما كان معه حق، لعب الراسينج عرق المهاجم النجمة وقدمه أصابت قدمه نفسه.